لا يوفر المتحاربون تاريخياً أي وسيلة لبث الرعب والذعر في الصفوف، يستندون على العلوم ويسخرونها، يلجؤون لكل ما يجول في خاطر حتى وإن بدا غريباً وعصياً على التنفيذ. أرادت السفن البريطانية إنشاء حقل ألغام جوي، فكانت هذه القذائف معدة للانفجار عند وصولها إلى ارتفاع 1000 قدم، لتتشتت الألغام المرتبطة بالمظلات وتسقط الطائرات المعادية. لم تنجح الفكرة بالتأكيد، فكل شيء كان مرئيا لدى الطيارين ليختاروا التحليق فوق حقل الألغام أو تحته بكل يسر وأمان. عام 1942 غزت مشاة هتلر النازية روسيا السوفيتية بدبابات بانزر. سعى الروس حينها إلى تحويل الكلاب التابعة للقوات المسلحة إلى ألغام مضادة عن طريق ربط المتفجرات حول أجسادها. أثناء التدريب لم تكن معظم الكلاب قادرة على فهم المهمة أو تنفيذها، تستدير نحو معالجها الروسي فيتم إطلاق النار عليها وقتلها على مرأى من الجميع. وكما الكلاب، كانت الفئران ضحايا لأسلحة الحرب التجريبية، فقد استخدم الجيش البريطاني النافق منها لغزو إمداد الفحم الألماني. ألغام تنفجر بمجرد جرفها، خطة اكتشفها الألمان سريعاً تسببت باضطرابات ليس إلا.